وإنما وقع هذا في قراءة الفاتحة في الصلاة، هل نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وإن كانت آية إلا إنه لا يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يستفسح بالحمد لله رب العالمين، فما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم إلا ما جاء في حديث أبي هريرة، ولعله أراد التعليم، أو كما قال بعض العلم أحيانا كان يجهر بالبسملة صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، كما هو الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.